صباح الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة للجميع في عدد هذا اليوم من برنامج ضيف الصباح. أسعد فيه باستضافة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد محمد شوقي. صباح الخير سيد الرئيس. صباح الخير، شرفتنا بحضورك. الله يبارك فيك. تحياتي للمستمعين الكرام. شكرا جزيلا لك. سيد محمد شرفي، نحن مقبلون على محطة جديدة من محطات تجذير العمل الديمقراطي ببلادنا عن طريق الانتخابات التشريعية، محطة ينتظر منها أن تضع حدا للمزالق التي شوهت الحياة السياسية والعملية الانتخابية، وانتخاب مجالس تمثيلية حقيقية وبكل نزاهة. باعتقادك، هل مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتشكيلتها والصلاحيات الممنوحة لها كافية لضمان انتخابات نزيهة تحترم فيها الإرادة الشعبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن يتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيدتي، سؤالك في حدث برنامج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، نذكر فقط بأنها ولدت يعني بعد ما خاض عسير، وكانت آنذاك الظروف محاطة بميلادها لا 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 تؤدي إلى تفاؤل باستطاعتها بالقيام بالمهمة التي كانت تقريب من المستحيلات السبع نظراً بكل مكان يحاط بالواقع الجزائري داخلي وخارجي. وبفضل الله عز وجل تمكنت السلطة بتنظيم هذه الانتخابات الرئاسية وكللت المساعي بنجاح باهر، يعني شهد له صديق في الداخل والغير صديق، ويشهد لها ايضا المحيط الدولي. واخر شهاده يعني بلغك بها، كنت استقبلت سفير الاتحاد الاوروبي منذ حوالي 15 يوما، فقال هذه الكلمه يعني عندي الانتخابات الرئاسيه يعني فنيا يعني تمكنتم يعني بتنظيمها بمستوى احترافي عالية، ولكن ما بقي من الشكوك لدى البعض قد أزلتموه بإعلانكم الاستفتاء المنتصر في 23%، بقالي بالحرف الواحد وهي مسجلة في المحضر. قال لي هذا النتيجة وهذا الموقف قد أزال نهائيا ما كان يشوب النظام الانتخابي الجزائري من عيوب في الله. هذه شهادة السفير الاتحاد الأوروبي، لكن احنا هو متعامل معنا يعني شريك في المحيط بتاعنا، ويهمنا ناخذوه بعين الاعتبار إن كان إيجابي وإن كان سلبي ناخذوه بعين الاعتبار حتى أن نصح ما هو الفايدة نتاع باش نتقدم في بناء دولة الحق والقانون. إذا الآن جاء القانون الانتخابات بناء على الحقيقة أخذ بعين الاعتبار التجربة التي عاشتها السلطة الوطنية المستقلة منذ 16 سبتمبر 2019، وأتى ببعض الميكانيزمات الجديدة حتى تتمكن السلطة من القيام بما هو مطلوب من قبل المواطنين من خلال لافتات الحراك، ومن خلال يعني بأن لابد إزالة الفساد من الحقل السياسي، والفساد يبدأ من الفساد في الانتخابات. أنا قلت بأن الفساد في الانتخابات هو أم الفساد، لأنه يشوه الحوكمة بكاملها من القمة إلى القاعدة. وبالتالي أتى القانون هذا بميكانيزمات يعني فعالة ستثبت جدارتها إن شاء الله في الواقع، بسد الطريق
أمام المال الفاسد في ممارسة الشعب الجزائري حقه في اختيار من يتولاه. وهذه الميكانيزمات يعني إلا كان يكون عندنا الوقت يعني نصردها، ولكن نذكر منها فقط أهمها. أهمها أولا أن القائمة المفتوحة في حد ذاتها أزالت نهائيا الهيمنة التي كانت بأيدي الأحزاب السياسية، إذ كان رئيس القائمة هذايا ثم الثاني ثم كذا، يعني كيشغل بورصة يعني للمناصب. وثانيا الاختراع كان فربما الأول هذاك ماهوش في المستوى اللي ينتظره المواطن، وحتى عليه يخير القائمة لأنه يظن في الحزب الفلاني بأنه البرنامج نتاعو يتضمن أمور إيجابية تتماشى وتصوره لتصوره لما يراه للمجتمع، ولكن ما كانش عنده الاختيار. الآن زيادة على اختيار المواطن للحزب أو القائمة التي يريد، فداخل القائمة هو الذي سيرتب الأسماء وسيقدم من يراه يقدم وسيؤخر من يراه يؤخره، وسيقصي من يراه جدير بالإقصاء. يعني هذا الحرية نتاع المواطن، لأن الصوت نتاعهم بعد الأصوات هي اللي راح ترتب. إذا هذا الميكانيزم الثاني. الميكانيزم الثالث هي هذه اللجنة المستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة، يعني التي تتوفر صلاحيات كاملة ولها الوقت الكافي زيادة على المراقبة التي ستبقى المحكمة الدستورية تجريها بناء على الملف المقدم لها. ولكن التحريات المحكمة الدستورية ما تعملش تحريات، المحكمة الدستورية رأيت بناء على الملف شوف إن كانت الشروط الواجب احترامها فيما يخص التمويل وغير ذلك. سيد الرئيس، على ذكر اللجنة، ما هي متى سيتم تنصيبها؟ لأنه نص قانون الانتخابات على تنصيب تنشأ لدى السلطة لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية، تتشكل من قاضي من المحكمة العليا، قاضي من مجلس الدولة، قاضي من مجلس المحاسبة، ممثل عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. متى سيتم تنصيبها؟ وما هي الآليات التي ستعتمدها حتى تختفي ممارسة الشكارة التي كانت تغريدة في العملية الانتخابية؟ اللجنة يعني احنا ما نستعجلوش للأمور، احنا كان كل مرحلة عندها قراراتها، رانا يومين نصدر قرار يعني باش نواكبوا يعني الرزنمة القانونية لتنظيم الانتخابات مرحلة مرحلة. اللجنة المستقلة لمراقبة التمويل الحملة الانتخابية العمل نتاعها يبدأ بعد إعلان النتائج، بعد النتائج ثم تبدأ تحقق في التمويل، ويعني عندها صلاحيات مدة نص عام كما نقولها بالدارجة، في عندها ست شهور وتتحقق يعني أقصى أجل. على كل حال عندها شهر شهرين ثلاثة أربعة، تأخذ وقتها ست شهور كاملة حتى توصل للنتيجة المرجوة. وهنا نأخذ الميكانيزم الرابع اللي ما ذكرناهش قبل، يعني حتى اللي يثبت فيه بأنه نجح ولكن القاو باللي المال الفاسد راه موجود فهذاك، هذاك العقوبة. أنا قلتها قبل، قلت أنا العقوبة حبس والله ماهيش ردعية، الردع الحقيقي يقصيوه من العهدة نتاعو هذيك اللي داها بطريقة غير شرعية، والقانون جا بها الحمد لله. وبالتالي الآن اللي عندي كل يثبت فيه راه يخسر بكل شيء، يعني حتى بعد الفوز يمكن إلغاء النتيجة. نعم، بعد ما يفوز تلغى نتيجته. نعم، مش نتيجة العهدة، العهدة نتاعو تقصى، العهده تاعو يوضرها بزياده على المتابعات القضائيه، ولكن العهده تاعو تروح بيد يديه. هذا يعني
حاجز كبير يعني امام 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 الفساد. السيد رئيس لحلو عظماء انتخابات شفافه تعبر حقا عن الاراده الشعبيه تحدث قضايا مع ممارسه الماضي تنبثق عنها مؤسسه ديمقراطيه ذات مستوى ومصداقيه هي التوجيهات التي شدد عليها رئيس الجمهوريه سيد رئيس الجمهوريه ان تلك السلطه لاول مره تشرفون على الانتخابات التشريعيه، كيف ستعملون على اطلاع الناخب على نظام الانتخابات الجديد بكل ما يحتوي من مستجدات؟ نعم. وأول مبادرة إن شاء الله كنت أعلنت عليها ستقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بإجراء يعني تجسيد ميداني للعملية، يعني سيميلاسيون ريال تاع العملية. خذينا ولاية من الولايات، خذينا يعني الإحصائيات نتاعها وكذا، ثم سنوضع يعني سيلا المكتب تبع التصويت كيف يتم التصويت فيه، ثم كيف يتم الحساب فيه الفرز، ثم كيف يتم الحساب، يعني وهذا كل هذا المواطن يطالع عليه حتى يطالع على الكواليس نتاع يشوف كيفاش تمشي الامور، ثم نجسدوا كي يروح للمحضر للجنه البلديه كيفاش تخدم اللجنه البلديه، ثم كيفاش تطلع اللجنه الولايات، ثم كيفاش يوصلوا حتى للنتائج، كيفاش يعلنوها، وكيفاش توصل حتى رئيس السلطه الوطنيه المستقل يعلنها وقتا وتمشي المجلس الدستوري. هذه كل سيميلاسيون. الناخب يضع علامات فيه ام يرقم ام ماذا؟ نعم. الناخب يضع امام الشخص الذي يريد اختياره يعمل علامه انكروا كما يقولوها يعني انكروا قدام الاسم هذا المكان. يعني نبشر يعني المواطنين باش ما يخطر كاينين اللي يطرحوا اسئله يقول لك دوكا كاين مازال عندنا امهاتنا وابائنا اللي ما قراوش وكيف هكذا. المهم اللي كيخير القائمه تاعو عارف شكون عالم من خير خير حزب الفلاني ولا القائمه الفلانيه. هذيك يهزها والو ما موضع حتى علامه فيها، كيهزها ويحطها في 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 صندوق. خلاص هذيك تحسب الصوت معبر ويحسب لفائده القائمه. ثم ان مادام قلنا بان الناخب هو اللي يختار هو اللي يصنف له يعتبر التصويت نتاعو الفائده نتاعو معناتها يعتبر منح الصوت نتاعو لكافه اعضاء القائمه هذيك بتساوي. هاي يعني لا تعتبر ورقه ملغات. ما تعتبرش ورقه ملغات، وهذه حرصنا باش تكون في صميم القانون بصراحه بصراحه. نعم. يعني التي لم يعني بالطبع لكن فسدها ولا كذا هذيك حاجه اخرى، يعني الورق الملغات لكن اذا وضعها مثل ما كانت فهي تحسب الصوت معبر عنه. نعم. في فائده القائمه، ثم سنصدر قرار ننشره في وقته بانها تحسب لكافه اعضاء اللجنه. لانه هناك يرى ان نمط القائمه المفتوحه سيعقد من خيارات الناخب. لا بالعكس. نعم. بالاجراءات اللي قاعدين ناخذوا فيها يسهل لحد اقصى. وهناك من تحدث عن عمليه اختراع سيد محمد شرفي هي عمليه تطبعها السريه وعمليه مقدسه ايضا، فتح باب الاستعانه بمرافق خاصه بالنسبه لفئه كبار السن قد يفتح المجال امام المتاجرين لتوزيع بعض الشباب لخدمه بعض القوائم ما سيمس بسريه الانتخاب ويضع ايضا عمليه انتخابيه على المحك. لا درك عندنا لا 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 لا, لا. نوازن بين حق الناخب في اداء الواجب والحق نتاعو هكذا، وحق الفئات يعني باش في امكانها باش يعني لي زونديكابي كما نقولوا ولا كبار السن من حقهم ثاني باش تكون عندهم مساعد يخيروا هما خيروهم. وهذه تاع شحال يكون هذا يعني بكل صراحه يعني نشوف عندك شغل كذا قال قطره في 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 بحر ما شحال راح يكون هذا بشيء. وهذا اللي اثر عليه احنا كي 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 يدخل معاه المعزل راه ممنوع عليه يتكلم ولا حاجه، ممنوع عليه باش يتكلم هكذا ولا
راح يعاونوا الاخر اللي يحب يدير لاكروا يدير خط هذه علاش حلينا احنا هذه كي يحب ما يديرش ما قال ما يسحق حتى واحد انا نهز الورقه ونحطها في الصحراء هذا ما هذه امكانيه يقدر يقول لك ما يسحق حتى واحد نعم سيد محمد شرفي رئيس السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات ما هي اخر الاحصائيات عن عدد الاستمارات التي تم توزيعها لحد الان لا جبت لك هذه يعني اخر شوف لا يعني كي تسمعتوا في الارقام تبشر بالخير تبشر بالخير شوف هذه الى تاريخ مساء السبت يعني البارح البارح كنا في نصف النهار عدد الحافظات صدير ملفات ترشح نعيطوا لها الحافظات هنا في هذيك التي تم سحبها 619 ملف منها 456 ملف من قبل 46 حزب معتمد شوف معتمد 46 حزب معتمد جبدوا 456 حافظة هذا 456 قائمة لا مترشح مترشح و 277 ملف في إطار القوائم الحرة شوفي أما القوائم الحرة نصف عدد تقريبا نصف عدد الأحزاب لأن القوائم الحرة ما عندهاش الإمكانية تاع الأحزاب القوائم الحرة هي موجودة في مستوى ولاية ولكن الأحزاب أما مستعدا بالقانون الجديد هذايا بالمقتضيات المؤقتة هذوما يقدر يترشح في من ضمن 23 ولاية يلم فيها يعني 25 ألف صوت وغير ذلك يعني شوفي 277 الاحرار يعني بكل صراحه يعني بشر بالخير جدا لحد الان ما هي قراءتكم لهذا المشهد؟ قراءتنا ان الوعي الديمقراطي اللي كنا ننادوا به ان شاء الله وجد الان صدى يعطيك الصحه و نزيد نسجلوا لان لاحظنا بان غالبية القوائم يقودها الدكاترة وجميعيين يعني كثير منهم الدكاترة يعني النخبة كثير منهم كثير منهم هكذاك نديروا سونداج برك هذاك نلقاو كثير منهم دكاترة وجميعيين هل هناك رزنامة سيد محمد شرفي خاصة بعملية اكتتاب التوقيعات إيداع الملفات ودراستها؟ بالطبع كاين الأجل والنجاح يعني لازمها توضع هي 50 يوم قبل الاقتراع 50 يوم قبل الاقتراع يعني توضع الترشيحات وتبدا الدراسه تاعها في المستوى في هذه الفتره تبقى مستمره عمليه سحب الاستمارات نعم احنا نعتبروا ان باش نسهلوا خاطر بلغنا بان في بعض عدم توقيت اجراءات سحب الاستمارات كاين اللي فهم بسحب الاستماره هي بمثابه وضع ملف الترشح لا لا درك نوضحوا ان شاء الله عددنا مذكره بان هذه تعتبر نيه الترشح تسمح له باش يدير مطبوعات نيه الترشح تسمح له باش يدير مطبوعات ثم ياتي نذكر في شباب دابا لازم يوضع بالطبع الطالب هذاك ويكون عنده اعتماد من قبل القائمه او الحزب نتاعو ولا كان عند قائمه ثانيه يكونوا الاسماء نتاع الزملاء نتاعو اللي معاه في القائمه يمضي له ويجهز ما كان حتى مشكل خلاص ما شرطوش باش يروح قدام النوتير كما راه يقول هو ماشي يجبد المطبوعات ماشي ياخذ حتى حق راح يجبد المطبوعات l'intention de comme on dit en français c'est l'intention de déposer la candidature تكفي من الطلب اللي قدمه ونسهلوا للناس ولكن هذا الاجراء غير موحد الان بالنسبه لجميع لا دوك بالمذكره كانت ثلاثه ولا اربعه مندوبيات فهموا هكذا بلغني هؤلاء لا 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 هذا الحاجه اللي يوصلوا يبعثوا حاجه البعث وهذا رد فعل هايل فهمت وهذا يبشر بالخير ايضا لانه الفاعلين السياسيين يحتكموا الى المؤسسات يحتكموا الى المؤسسات هذه يعني لازم نثمنوه كاين في ولايه من الولايات بعث فيها سماس شخصيا
قال لي يعني رحت عند المندوب في بلاصه اخرى مش طلبوا انا والمندوب هذا واش طلب منا وكذا وكل شيء ما لازم. هذه تسمح لنا احنا باش ناخذوا الاجراءات يعني باش نوحدوا يعني لا لا لا. بالنسبة لعملية مراجعة الاستثنائية القوائم الانتخابية ستنتهي بعد يومين سيد أحمد، يوم الثلاثاء. ما هو تقييمكم للعملية لحد الآن، وهل هناك بعض الطلبات، هل في إمكانية لتمديد المراجعة الاستثنائية القوائم الانتخابية؟ نعم التمديد نقول هيك من درك يعني ما يكونش تمديد، لأن علاش تكون فهمت بكل صراحة يعني باش الناس تفهم. الفترة الاستثنائية ماهوش رئيس السلطة اللي أعلن عليها، هي مرسوم استدعاء الهيئه الناخبه لقانون هو اللي يعلن عن افتتاح الفترة الاستثنائيه ويحدد التاريخ الانطلاق والتاريخ النهائي، وبالتالي من هذا القبيل ما كانش فيها امتداد. مثل ما تفضلتي كان في الثلاثي الاخير من السنه كان لا، ولكن مازال عندهم الوقت، مازال عندهم. احنا قلنا راه في الحقيقه 8 يوم لكن تساوي 15 يوم، لان الانسان الان بالتسجيل عن بعد عن طريق المنصه الرقميه يقدر في اي وقت من داره في الليل يجي من الخدمه تاعو في الليل ينوم وينوض يقوم الليل تاعو ولا ويسجل روحه، ما كانش مشكل، ما تنومش المنصه ما تنومش، وبالتالي مازال عندهم الوقت. شوفي مثلا عدد المسجلين عبر المنصه الالكترونيه 972 حتى بالجمعه والسبت، بينما شوفي كانت في 972 تسجيل. عدد طلبات التسجيل بسبب تغيير الاقامه 137. شوف الناس عاد دركا ما كينقل من هذاك ما على بال دركا هو كينقل، هو يروح يطلب اني نقلت بدل عدد طلبات نسخه ثانيه من بطاقه الناخب، يعني حتى الناس تجد في البطاقه تاعها 728. وعدد المسجلين الجدد من حفاظ الامن 1322. حفاظ الامن هذه يعني عدد حطيته هنا في بال لانهم هما ايضا اغتنموا الفرصه هذه باش يسجلوا انفسهم، لان حاسين بان التطوع تاع الشباب ماهوش فقط في سيتم احتمال حفاظ الامانه في التشريعيات سيد الرئيس. هذاك خلاص قلت لك ملك راهو الخزان الديمقراطي للسلطه الوطنيه المستقله. فهمت ان شاء الله راهم نعطيهم بالعقل كما المطر لازم يجي يصب يعني بذلك، يعني دخلنا منهم في 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 الاستفتاء ان شاء الله نزيدوا ندمجوا منهم عدد لا باس به كذا، وراح نولي حتى دركا نبحث باش ندخل حتى في الامانه التقنيه للسلطه. ندخل حتى في الامانه التقنيه للسلطه، لان هذوما الشباب يعني من كل فهمت كم بين 25 و 45 سنه، ادناهم في المستوى بالبكالوريا، ادناهم في المستوى بالبكالوريا يعني كفاءات حتى ما بعد التدرج يعني، ونساء ورجال متساويين في العدد يعني خزان الله يبارك ان شاء الله يدوم. انا قلت نتمنى ان شاء الله نحضر ونشوف العدد مليون، وتحلينا من 600,000 نوصل لعدد المليون ان شاء الله يكون يعني رصيد هائل بالنسبه للمسار الديمقراطي في بلادنا ان شاء الله. سيد محمد شرفي، معظم الاحزاب السياسيه الفواعل الحراك يرون انه الانتخابات التشريعيه هي فرصه حقيقيه للتغيير المنشود. رئيس الجمهوريه سيد عبد المجيد تبون حدد ضوابط الخطاب الانتخابي لتحقيق هدف اسمى هو اخلقت العمل السياسي. اي مسؤوليه تقع على المترشحين والناخبين للارتقاء بهذا الحدث السياسي لتجذير الممارسه الديمقراطيه وتمهيد الطريق لبقية ورشات الإصلاح سيما الاقتصادي والتنمية الحقيقية التي تليق بالجزائر وتاريخها العظيم؟ بارك الله فيك. يعني هذا يعني في الموضوع سمعنا أننا خرجنا من الشكل ورانا في الموضوع حقا، يعني الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لأن القوائم الحرة هذه يعني تعتبر المجتمع المدني، يعني الدور نتاعهم موش دور فقط وجوبي او ايجابي، لكن الدور نتاعهم في الحقيقه محوري في بناء المؤسسات النزيهه، المؤسسات الكفاءه، المؤسسات اللي قادره
على الحوكمة العصرية، الحوكمة يعني الفعالة في 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 في, في, في البلاد، لأنهم خزان الحوكمة، يعني الحكومة تكون منهم، والأحزاب هذه كي تتعود صح على الممارسة الديمقراطية تولي هي تحضر المترشحين تاعها لأعلى مسؤولية وهي رئيس الجمهورية، تولي تحضرهم في كل حزب في العالم، هذاك هذ هم الخزان يكونوا حتى يبرز منهم هذا جاهز باش يكون وزير، هذا جاهز باش يكون بتقاليد المسؤولية، وهذا راه جاهز باش يكون مترشح رئاسي، يجهزهم باش يجهزهم من ناحية التقنية السياسية، الشهادات يجيبوها من الجهة التقنية السياسية، يعني معناتها الخطاب كيفاش يكون الخطاب إيجابي بناء، يعني ويرتقي بصاحبه ويرتقي بالحزب في حد ذاته، لأن نوع الخطاب أيضا راهو يدل على يعني الأخلاقيات داخل الحزب. والقانون في حد ذاته أتى الآن يعني يمنع الخطاب تاع الكراهية، الخطاب يعني اللي العنصرية، لا مش غير العنصرية، الآن الكراهية بين الجزائريين اللي فتت، هذا يعني الأمر جديد وشاب ليه السيد رئيس الجمهورية وهو مجسد في القانون الآن، يعني في البرنامج راهو يتعهد بأنه يلتزم باحترام القانون ويلتزم حدود الاحترام المتبادل وحدود يعني حول المحاباة الجزائرية، يعني نحن مواطنين كل واحد عنده التوجه نتاعو، لكن لا يحق لنا أن نشتم بعضنا بعض ولا يعني نوضع هذا عدو وهذا يعني وطني، راهي يعني كنا متساويين في الوطنيه نتاعنا وكلنا سواسيه امام هذا. نتمنى لكم كل التوفيق سيد محمد شوفي رئيس السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات على كل هذه التوضيحات، وتكون لنا فرص اخرى في قادم الايام. شكرا جزيلا لك. وشكرا لكم. شكرا مستمعينا الكرام، الى اللقاء.